بسم الله الرحمن الرحيم المواطنون الكرام وكل من يعيش على ارض قطر الطيبه اخواني واخواتي في هذه الظروف التي يمر بها وطننا اخاطبكم خطاب العقل والوجدان نتحدث بعقلانيه لتقييم المرحله التي نمر بها وتخطيط المستقبل الواعد الذي اثبت شعبنا انه اهل له وبوجدانيه لاننا جميعا تاثرنا بروح التضامن والتالف والتحدي التي سادت وخيبت امال الذين راهنوا على عكسها لجهل بطبيعه مجتمعنا وشعبنا. وكما تعلمون الحياه في قطر تسير بشكل طبيعي منذ بدايه الحصار وقد وقف الشعب القطري تلقائيا وبشكل طبيعي وعفوي دفاعا عن سياده وطنه واستقلاله. لقد اصبح كل من يقيم على هذه الارض ناطقا باسم قطر. وأشير هنا بكل اعتزاز إلى المستوى الأخلاقي الرفيع الذي يتمتع به هذا الشعب في مقابل حملة التحريض والحصار الذي تلاها، وإلى جمعه بين صلابة الموقف والشهامة التي يتميز بها القطريون دائما، حيث أذهلوا العالم بحفاظهم على المستوى الراقي في مقاربة الأوضاع، على الرغم مما تعرضوا له من تحريض غير مسبوق. في النبرة والمفردات والمساس بالمحرمات وحصار غير مسبوق ايضا في العلاقات بين دولنا. كان هذا امتحانا اخلاقيا حقيقيا وقد حقق مجتمعنا فيه نجاحا باهرا اذ اثبتنا انه ثمه اصول ومبادئ واعراف نراعيها حتى في زمن الخلاف والصراع وذلك لاننا نحترم انفسنا قبل كل شيء وادعو الجميع الى الاستمرار على هذا النهج وعدم الانزلاق الى ما لا يليق بنا وبمبادئنا وقيمنا. لقد ادرك ابناء وبنات هذا الشعب بالحس السليم والوعي السياسي خطوره الحمله على وطنهم ومرامي الحصار الذي فرض عليه. لقد نظروا ما خلف الستار الكثيف من الافتراءات والتحريض والذي لم يربك رؤيتهم او يشوشها ففهموا دلالات محاولة فرض الوصايا على هذا البلد وخطورة الخضوع للغة التحريض والتهديد والإملاءات وها قد تبين للقاصي والداني أن هذه الحملة والخطوات التي تلتها خططت سلفا وأقدم مخططوها ومنفذوها على عملية اعتداء على سيادة قطر بزرع تسريحات لم تقل لتضليل الرأي العام والدول العالم وبغرض تحقيق غايات مبيته سلفا. لم يدرك من قام بهذه الخطوات ان شعوب العالم لا تتقبل الظلم بهذه البساطه، والناس لا يصدقون اضاليل من لا يحترم عقولهم. وثمه حدود لفاعليه الدعايه الموجهه التي لا يصدقها اصحابها انفسهم. ولذلك فان الدول العربيه وغير العربيه التي لديها راي عام، تحترمه وقفت معنا او على الاقل لم تقف مع الحصار على الرغم من الابتزاز الذي تعرضت له لقد اعتمدت الدول التي قامت بهذه الخطوات على مفعول تهمه الارهاب في الغرب وعلى تملق مشاعر بعض القوى العنصريه الهامشيه في المجتمعات الغربيه وافكارها المسبقه ولكن سرعان ما تبين لهم ان المجتمعات الغربيه مثلنا لا تقبل ان تطلق تهمه الارهاب لمجرد الخلاف السياسي، او لاغراض مثل قمع التعدديه في الداخل، او لتشويه صوره دول اخرى وعزلها على الساحه الدوليه، فهذا السلوك عدا عن كونه ظلما يلحق في النهايه ضررا بالحرب على الارهاب. كما ان المؤسسات الغربيه السياسيه والمدنيه والاعلاميه ترفض الاملاءات مثل ما نرفضها. وتبين ذلك من رد الفعل الدولي على الشروط التي حاول البعض فرضها علينا ولا سيما التحكم بعلاقاتنا الخارجيه وتحديد استقلاليه سياساتنا واغلاق وسائل الاعلام والتحكم بحريه التعبير في بلادنا. نحن نعرف انه وجدت وتوجد حاليا خلافات مع بعض دول مجلس التعاون بشان السياسات الخارجيه المستقله التي تنتهجها قطر. ونحن ايضا بدورنا لا نتفق مع السياسه الخارجيه لبعض الدول الاعضاء في مجلس التعاون ولا سيما في الموقف من تطلعات الشعوب العربيه والوقوف مع القضايا العادله والتمييز بين المقاومه المشروعه للاحتلال وبين الارهاب وغيرها من القضايا. لكننا لا نحاول ان نفرض راينا على احد ولم نعتقد يوما ان هذه الخلافات تفسد للود قضيه فذمت امور مشتركه كثيره هي الاسباب التي من اجلها اقيمت هذه المنظمه الاقليميه. اعتقد بعض الاشقاء انهم يعيشون وحدهم في هذا العالم وان المال يمكنه شراء كل شيء فارتكبوا بذلك خطا اخر اذ ذكرتهم دول ومؤسسات عديده انهم ليسوا وحدهم وان الكثير من الدول لا تفضل المصلحه الانيه على المبدا والمصلحه البعيده المدى. وتبين لهم أنه حتى الدول الفقيرة لديها كرامة وإرادة وأنه لا يمكنهم فرض أمور تجاوزها التاريخ لقد حاول المس بمبدعين ضحت من أجلهم الإنسانية جمعاء أولا مبدأ سيادة الدول وإرادتها المستقلة وثانيا حرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومة فلا معنى لحرية التعبير إذا لم يكن لدى المواطن الحق في الوصول إلى المعلومة واحتكار المعلومه هو الذي كسرته قطر بالثوره الاعلاميه التي احدثتها ولم يعد ممكنا العوده الى الخلف فقد اصبحت هذه الثوره انجازا للشعوب العربيه كلها. لقد حزنا كثيرا ونحن نتابع كيف تقوم بعض الدول باتباع اسلوب التشهير والافتراء على قطر بنوع من الوشايه السياسيه ضدها في الغرب. فهذا في كل الاعراف عيب. اولا لان الادعاءات غير صحيحه وثانيا لأنها مساس بغير حق بدولة شقيقة ألا نعلم أبناءنا منذ الصغر أن الوشاية والكذب هما رذيلتان من أسوأ الرذائل أليس التشهير وتلطيخ السمعة جريمة يحاسب عليها القانون في جميع الدول المتحضرة الأخوات والأخوة إن قطر تكافح الإرهاب بلا هوادة ودون حلول وسط وثمة اعتراف دولي بدور قطر في هذا المضمار وهي تفعل هذا ليس لانها تريد ان ترضي به احدا في الشرق او الغرب بل لانها تعتبر الارهاب بمعنى الاعتداء على المدنيين الابرياء لغايات سياسيه جريمه بشعه ضد الانسانيه ولانها ترى ان القضايا العربيه العادله تتضرر من الارهاب فهو يمس بالعرب والاسلام والمسلمين. نحن نختلف مع البعض بشان مصادر الارهاب. فنحن مثلا نقول ان الدين وازع اخلاقي وهو ليس مصدر الارهاب وانما ايديولوجيات متطرفه دينيه وعلمانيه وحتى هذه الايديولوجيات المتطرفه تصبح مصدرا للارهاب فقط في بيئه سياسيه اجتماعيه تنتج اليأس والاحباط. ومن دون الاستهانه بآفه الارهاب فمن الواجب علينا عدم تجاهل القضايا الاخرى في عالمنا فنحن نرى ان العالم كله بما في ذلك منطقتنا يعاني ايضا من مشاكل مثل الفقر والطغيان والاحتلال وغيرها. وهذه المعاناه ايضا تحتاج الى معالجه عدا عن كونها من اهم مصادر الارهاب. الاخوات والاخوه لا اريد ان اقلل من حجم الالم والمعاناه الذي سببه الحصار وامل ان ينقضي هذا الاسلوب في التعامل بين الاشقاء وحل الخلافات بالحوار والتفاوض. فقد اساء هذا الاسلوب لجميع دول مجلس التعاون وصورتها في العالم. وقد ان الاوان لوقف تحميل الشعوب ثمن الخلافات السياسيه بين الحكومات. لقد عرفت منطقتنا العربيه اسلوب الانتقام والعقاب الجماعي لمواطني الدوله الاخرى في حاله الاختلاف مع حكوماتها. وقد نجحنا في تجنبه هنا في الخليج حتى الان. ولكن الدول التي طالبت القطريين بمغادرتها وفصلت بين ابناء العائله الواحده وطلبت من مواطنيها التخلي عن اعمالهم وعائلاتهم ومغادره دوله قطر ابت الا ان تستخدم هذا الاسلوب. وهو لا يتناقض مع القانون الدولي فحسب بل يمس بمواطنيهم وبالقيم واعراف التعامل بين الناس. وتعرفون جميعا اننا لم نرد بالمثل. واننا اتحنا لمواطني الدول الاخرى ان يتخذوا بانفسهم القرار بالبقاء في قطر او المغادره كل حسب ظروفه وارادته. ان اي حل لهذه الازمه في المستقبل يجب ان يشمل ترتيبات تضمن عدم العوده الى هذا الاسلوب الانتقامي في التعامل مع المواطنين الابرياء عند حدوث خلاف سياسي بين الحكومات. ورغم المراره التي احدثتها هذه الخطوات فان الحكمه السائره الاكثر انتشارا في المجتمع القطري هذه الايام هي رب ضاره نافعه والتي تتوافق مع الايه الكريمه وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. لقد دفعت هذه الازمه المجتمع القطري ليس فقط الى استكشاف قيمه الانسانيه كما بينت انما ايضا الى استكشاف مكامن قوته في وحدته وارادته وعزيمته. وكما ترون من النجاعه التي عالجت فيها الحكومه بوزاراتها المختلفه ومؤسسات الدوله الاخرى الازمه بتوفير كافه احتياجات السكان بحيث لم يشعروا بالفرق في حياتهم اليوميه فان نفس هذه الكفاءات التقنيه والاداريه والسياسيه والاعلاميه التي تعاملت مع الاوضاع برويه وعقلانيه وتصميم قادره على تشييد صرح استقلالنا الاقتصادي وحمايه امننا الوطني وتعزيز علاقاتنا الثنائية مع الدول في هذا العالم نحن مدعوون لفتح اقتصادنا للمبادرات والاستثمار بحيث ننتج غذاءنا ودواءنا وننوع مصادر دخلنا ونحقق استقلالنا الاقتصادي ضمن علاقات ثنائية من التعاون مع الدول الأخرى في محيطنا الجغرافي وفي العالم أجمع وعلى أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل كما اننا مدعوون الى تطوير مؤسساتنا التعليميه والبحثيه والاعلاميه ومصادر قوتنا الناعمه كافه على المستوى الدولي. وفي تفاعل مع افضل الخبرات القطريه والعربيه والاجنبيه وهذا كله بالطبع بالتعاون مع المقيمين في بلادنا الذين يعملون وينتجون ويعيشون معنا ووقفوا معنا في هذه الازمه. سبق ان وجهت عده مرات لاتباع سياسه الانفتاح الاقتصادي على الاستثمار وتنويع مصادر الدخل. ولكن في هذه المرحله لم يعد هذا مساله رفاهيه بل اصبح امرا ملزما ومحتما علينا ولا مجال للتهاون فيه وهذه مسؤوليتنا جميعا حكومه ورجال اعمال. لقد ساعدتنا هذه الازمه في تشخيص النواقص والعثرات امام تحديد شخصيه قطر الوطنيه السياسيه والاقتصاديه المستقله. وفي اتخاذ القرار بالتغلب على هذه العقبات وتجاوزها. وها انا اتوجه اليكم فيما نخوض جميعا هذا الامتحان بعزه وكرامه لاقول لكم ان قطر بحاجه لكل منكم في بناء اقتصادها وحمايه امنها. نحن بحاجه للاجتهاد والابداع والتفكير المستقل والمبادرات البناءه والاهتمام بالتحصيل العلمي في الاختصاصات كافه والاعتماد على النفس ومحاربة الكسل والاتكالية وهذه ليست مجرد أماني وأحلام فأهدافنا واقعية وعملية وتقوم على استمرار الروح التي يظهرها القطريون في هذه الأزمة بحيث لا تكون موجة حماس عابرة بل أساسا لمزيد من الوعي في بناء الوطن أن المرحلة التي تمر بها قطر حاليا هي مرحلة بالغة الأهمية من حيث الفرص التي أتاحتها ليس فقط للبناء، بل ايضا لسد النواقص وتصحيح الاخطاء، ونحن كما تعلمون لا نخشى من تشخيص الخطا وتصحيحه. لقد وجهت الحكومه للقيام بكل ما يلزم لتحقيق هذه الرؤيه، بما في ذلك الانفتاح الاقتصادي المطلوب وازاله العوائق امام الاستثمار ومنع الاحتكار في اطار بناء الاقتصاد الوطني والاستثمار في التنميه، ولا سيما التنميه البشريه. كما وجهت بتخصيص عائدات الغاز من الاكتشافات الجديده التي انعم بها الله علينا للاستثمار من اجل الاجيال القادمه. فقد عاشت قطر برخاء حتى الان من دونها وقد وجهت ايضا بالعمل على الساحه الدوليه لتعميق التعاون الثنائي والتوصل الى اتفاقيات ثنائيه بين قطر والدول الاخرى. الاخوات والاخوه نحن نثمن عاليا جهود الوساطه التي يقوم بها اخي صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح امير دوله الكويت الشقيقه والتي دعمتها قطر منذ البدايه وهذه فرصه ان اعبر عن شكري مره اخرى لما قام ويقوم به ونامل ان تكلل جهوده المباركه بالنجاح كما نقدر المسانده الامريكيه لهذه الوساطه وكذلك المواقف البناءه لكل من المانيا وفرنسا وبريطانيا واوروبا عموما وروسيا. ولا يفوتني ان اشيد بالدور الهام الذي لعبته تركيا في اقرارها السريع لاتفاقيه التعاون الاستراتيجي الموقعه بيننا والمباشره في تنفيذها وان اشكرها على استجابتها الفوريه لتلبيه احتياجات السوق القطريه. كما اشكر كل من فتح لنا اجواءه ومياهه الاقليميه حين اغلقها الاشقاء. إننا منفتحون على الحوار لإيجاد حلول للمشاكل العالقة وذلك ليس فقط في صالح دولنا وشعوبنا وإنما أيضا لتوفير الجهود العبثية التي تبددها دول في الكيد للأشقاء على الساحة الدولية عسى أن تستثمر هذه الجهود في خدمة قضايا الأمة. إن أي حل للأزمة يجب أن يقوم على مبدئين، أولا أن يكون الحل في اطار احترام سياده كل دوله وارادتها، وثانيا ان لا يوضع في صيغه املاءات من طرف على طرف بل كتعهدات متبادله والتزامات مشتركه ملزمه للجميع، ونحن جاهزون للحوار والتوصل الى تسويات في القضايا الخلافيه كافه في هذا الاطار، ولا يسعني ان انهي هذه الكلمه دون ان اعبر عن التضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق ولا سيما اهلنا في القدس واستنكار اغلاق المسجد الاقصى اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين عسى ان يكون ما تتعرض له القدس حافزا للوحده والتضامن بدلا من الانقسام. في الختام اود ان اشيد بما تبدون من تكاتف وتلاحم وعزم وتصميم وسلوك حضاري وان اهنئكم على روح النبل والمحبه والالفه التي تسود في ربوعنا في هذه الفتره فهذه ذخيرتنا وزادنا وعتادنا في التصدي للتحديات الكبرى التي تنتظرنا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته